أعزائي طلاب الصف الأول الثانوي، يسر قناة فري إنجلش أن تبدأ معكم الدرس الرابع الثالث والرابع من الوحدة الأولى، إضافة إلى شرح المفردات اللغوية، تعبيرات حروف الجر، مشتقات الكلمة والمرادف والعكس. وإن شاء الله الفيديو القادم سنقوم بحل اختبار الوحدة الأولى وكل ما يتعلق بها. فلا تنسوا تفعيل زر الجرس وإرسال تعليقاتكم وإعجاباتكم وكل ما تريدون شرحه، ابعتوه في كومنت وإن شاء الله نجاوب عليه باستفاضة. فتمنيات قناة فري إنجلش لكم بالنجاح والتوفيق، وسنقوم بقراءة كل كلمات هذا الجزء من كتاب جيم 2021 بعد أن نقوم بشرح الفروق الفردية على السبورة. فنبدأ الأول بالفروق الفردية بتاعتنا. أول فرق عندنا دي كلمة روب. روب بمعنى يسرق، وروبري سرقة، أضع بي تاني كده، وي آر واي، روبري سرقة بالإكراه، والروبر بمعنى لص أو سارق. فأنا ناخد كلمة روب بتاعتنا النهاردة دي، روب زائد افتكر مكان. يعني لو قلت مثلا ذا ثيفز او ذا جانج العصابه، روب ذا بانك، سرقوا البنك، روب ذا سكول، وهكذا المدرسه البنك، يبقى لابد من مكان. في تركيبه ثانيه اللي هي روب سمون اوف. لو قلت روب واوف، لو قلت مثلا the thieves، the thieves robbed me off، بعد off يجي الشيء المسروق. the thieves robbed me off my watch، اللصوص سرقوا مني ساعتي. The thieves robbed me of my watch. يبقى رب مكان ورب اوف والشيء المسروق. دي جزئية رب. لكن ستيل، ستيل وتصريفاتها الأول، ستيل ستول ستولن، يسرق، والتصريف الثاني والتصريف الثالث. هنا ستيل يسرق يجي بعديها ايه؟ الشيء المسروق. لو قلت مثلا ذا جانج العصابة ستول، سرقوا صمني بعض المال، صمني فروم هم منه، يبقى ستيل وحرف جر فروم روب اوف. يبقى هنا يسرق يجي بعدها الشمال. اقول مثلا ذا ثيف ستول سم جولري، بعض المجوهرات، وهكذا. ونيجي عاد لو جاب لي جمله زي كده، هي فاوند، وجد، وبعد وجد يجي التصريف الثالث على هيئه صفه، he found the money. ويجيب لي التصريفات steal stole stealing stolen stealing. طالما جاب لي فاوند افتكر، ده يجي تصريف ثالث لفعل اي ان جي يصف الاشياء. يعني اقول when he went to الكسندر he found it fascinating، رائعه. لكن لو لاشياء هجيب التصريف الثالث، he found the stolen money، وجد الاموال المسروقه، the lost money، وهكذا. نيجي لجزئيه ثانيه بدور روب وستيل. الجزئية اللي بعديها برضه جزئية كويسة،
هذا عندنا أعزائي الطلبة، عندنا كلمة ليرن. ليرن يتعلم، وليرنينج تعلم، وليرنر متعلم، وبصرفها ليرند أو ليرنت، لا إما بضيف لها إي دي ليرند أو بضيف لها تي كتصريف تاني وتالت. عندي القاعدة العامة بتقول إن بعد ليرن لا إما يجي تو زائد مصدر، لا إما هاو تو زائد مصدر. وهنا معناها يتعلم، يعني هيجي قبل يتعلم دي الشخص اللي بيعلم. يعني لو قلت مثلا الشخص اللي بيتعلم ذا بوي الولد ليرنت تعلم تو يوز او هاو تو يوز طريقة استخدام هاو تو يوز ذا سمارت فون المحمول الذكي ذا سمارت فون يبقى يوز او هاو تو يوز برضه قياسا عليها مع الفارق في المعنى اللغوي كلمة ريتش سوري تيتش. هذا عندنا تيتش يعلم يدرس والماضي توت وتوت علم او درس. هنا دي يجي الشخص الذي يتعلم. يعني اقول مثلا ذا بوي ذا جيرل ليرنت هاو تو بلاي فوتبول هاو تو سكور جولز هاو تو بلاي فيديو جيمز وهكذا. لكن هنا ديات بيجي الشخص الذي يعلم. بعدها يجي الشخص المتلقي او المتعلم. يعني لو قلت مثلا ذا بروفيسور الاستاذ الجامعي ذا بروفيسور او ماي بروفيسور تيتشز مي يعلمني هاو تو هاو تو واس عندي ديسكت انيمالز. وهنا قلنا ذا بروفيسور ذا تيتشر تيتشز مي هاو تو ديسكت هنا بمعنى يشرح انيمالز حيوانات. يبقى هنا الشخص اللي بيعلم وهنا تيتشز وبعدها الشخص الذي يتعلم. لو قلت مثال بسيط جدا لو قلت مثلا ماذر ماذر توت التصريف الثاني من تيتش توت مي هاو تو كوك او تو كوك فود والدتي علمتني طريقة طهي الطعام أو كيفية طهي الطعام لا إما هاو تو مصدر لا إما تو مصدر. وهنا وضحنا الفرق إن أحيانا كثيرة بنغلط فيهم. الجزئية اللي بعديها وجزئية سهلة ومرت علينا في تالتة إعدادي ومرت علينا في اولى اعدادي برضه وتاني اعدادي، ولكن المنهج بيحاول يعمل عمليه تذكر. اول كلمه عندنا كلمه وذر، وافتكر وذر بيجي معاها على طول ذا وذر. ذا وذر هنا معناها الطقس حاله الجو، وهنا الطقس وحاله الجو لفتره قصيره لا تتعدى الاسبوع وفي مكان صغير. يعني لو قلت مثلا the weather الطقس is ادي مثلا قلت cold hot windy عاصف كثير الرياح this week this week هذا الاسبوع. يبقى انا حددت فترة زمنية. كمان انت السؤال اللي انت حافظه What is the weather like today؟ ما حال الجو اليوم؟ هتكون جابت cold, it's hot, it's windy, it's rainy وهكذا.
تاني جزئية عندي كلمة كلايمت، وكلايمت معناها المناخ، والمناخ هنا ده معناها فترة طويلة، ممكن تكون فصل من فصول السنة، أو ممكن تكون على مدار العام. وممكن هنا يقول لي كلمة كلايمت دياتي، يعني ادي مثلا جيب لي التعبير ده، اول يير اراوند، اول يير اراوند على مدار العام، او ممكن يقول لي ذيس سيزون هذا الفصل، يبقى دي فترة طويلة. او ممكن يجيب لي اسم الفصل يقول لي مثلا وينتر، يعني اقول مثلا the climate المناخ the climate of Egypt مناخ مصر is hot dry in summer hot dry in summer warm and rainy in winter. وده المناخ اللي احنا بنحفظه للطلبة في المدارس. The climate of Egypt مناخ مصر is hot dry in summer حار جاف صيفا warm دفي and rainy ممطر شتاء حار جاف صيفا دفي ممطر شتاء ده مناخ جمهورية مصر العربية. يبقى كده المناخ all year round the season winter وهكذا. نيجي الجزئية الثالثة، ودي جزئية كويسة جدا، لأن طبعا التركيز هيكون على أسئلة الاختيار، فلازم هيجيب أسئلة يعني فيها شيء يعني عايز تفكير. فأدي كلمة the atmosphere، اتموسفير الغلاف الجوي، هلاقي كلمة مثلا ايه كلاودس سحب، جازس غازات. يبقى لو قلت مثلا بوليوشن التلوث led to ادى الى the existence of وجود gases in the atmosphere غازات في الغلاف الجوي، clouds in the atmosphere وهكذا. يبقى atmosphere معناها الغلاف الجوي، وهنا بنجيب منها احيانا atmospheric pressure. وفي الكلمة دياتي atmospheric pressure اللي هنترجمها الضغط الجوي، atmospheric pressure ضغط الجوي. ولو قول atmosphere معناها الجو العام للشخص، يعني اقول his atmosphere is exotic جو غريب وهكذا للأشخاص. نيجي جزئية تانية، مسميات بنشوفها احنا. ادي عندي وفتح عينك كويس، فايند فاوند فاوند، والفعل الثاني فاوند فاوندد فاوندد، والفارق بين الاثنين كلغة عشان احفظهم حفظ. اول واحدة find يجد يعثر على، found هنا يؤسس، ودي founded founded. دي معناها finding الاسم منها، وfinding نتائج بحثية، وfound foundation تأسيس وهكذا. لو قلت انا مثلا they found وجدوا they found
التريجر وجدوا كنز او لقيه. They found a treasure underground تحت الارض. They found a treasure underground تحت الارض. الجزئيه الثانيه دي found it. لو قلت مثلا the government الحكومة founded أسست أنشأت so established a new civil university جامعة أهلية جديدة. يبقى ده الفارق بين الاثنين found وعرفنا الأسماء منهم. نيجي الجزئية تانية. لو قلت add the man الرجل was found الرجل وجد. أقول ممكن أقول hidden مختبئا among trees أو the man was found killed dead وباخد صفة. يبقى هاخد هنا التصريف الثالث واعتبره صفة. لكن I found وجدت هرجادة بالنسبة للأماكن هاخد ING I found هرجادة fascinating بمعنى خلابة جذابة وهكذا. fascinating رائعة. I found Alexandria interesting وهكذا. دول كلمات. نيجي عاد لاخر جزئيه عندنا في المشتقات. هذه عندي مثلا كلمه underwater بمعنى تحت الماء تساوي يعني المشتق اللي خدناه underground مثلا تحت الارض underwater. ولو قلت I bought اشتريت I bought an underwater ودي كلمة واحدة underwater كاميرا تصوير من تحت المياه. لكن أقول the diver الغواص went ذهب وهنا underwater. ايه الفارق بين الاثنين؟ underwater ممكن اجيبها صفة ممكن اجيبها ظرفة. فلو جاء وراها هنا اسم يبقى دي حكما صفة. جاءت اخر كلمة في الجملة يبقى دي ظرف او حال. فنشوف مع بعضينا I bought an underwater camera كاميرا تصور من تحت المية ودي صفة ودي موصوف. لكن the diver غواص went underwater ذهب تحت الماء يبقى تحت الماء دياتي هنا حكمها ايه ظرفة. نيجي لثلاث اربع كلمات وندخل على قراءة الكلمة بتاعت الدرس ثلاثة واربعة وبعد كده ان شاء الله هناخد المرة الجاية حل اختبار الوحدة الأولى ثانوي كله. فهذه عندنا كلمة لو قلت أعزائي الطلبة young people الشباب ودي خلي بالك للترجمة هتساوي youth ويوث بحط قدامها the youth الشباب. هي عندي تاني كلمة child طفل صغير السن هتساوي كلمة كيد طفلة. اللي بعدها كلمة وعرفها انت تودلر هنا معناها طفل يحبو تودلر. وعرف كلمة يحبو اللي هي كرول يحبو للأطفال ويزحف للحشرات. يعني قلت the toddler
crawled towards me، حبى نحوي. اللي بعديها كلمة مثلا teenager، teenager بمعنى مراهق، اللي هي أعمارهم من 13 to 19، من 13 ل 19 teenager. ودي لغة لو قال لي هات لي مرادف هتساوي كلمة adolescent. adolescent برضو معناها مراهق، يبقى teenager from 13 to 19 years old، وهتساوي لغة adolescent. نيجي لكلمة تانية adult، وعرف الكلمات الكويسة دي. adult هتساوي لغة grown up person. grown up person معناها بالغ او راشد، شخص بالغ او راشد. adult an adult هتساوي a grown up person. الكلمات دي كلها يعني بتتشابه مع بعضيها في الاستخدام، ولكن بيبقى جيب لي جملة مميزة. يبقى young people تساوي يصة، child تساوي كدة، تدلر طفل يحبو معها كلمة crawl، teenager تساوي adolescent، adult تساوي grown up person. كلمات دياتي كلمات لا غنى عنها في الوحدة، ونتحرك لجزئية تانية من ضمن السياق الكامل ده. ادي وركز معايا، ادي accept. accept بمعنى يقبل. هنا accept مثلا apology، يقبل اعتذار. accept present هدية. بدي اكسبت. نيجي لكلمة اكسبكت. اكسبكت يتوقع، وهنا توقع حدوث شيء، يعني اقول اكسبكت هم تو مثلا ارايف، او ذات هي ويل ارايف، بانه سوف يصل. يعني اكسبت something to happen، شيء يحصل. التالتة دياتي اكسبت، فت عينيك. اكسبت معناها ما عدا او باستثناء او مخلة. يعني قول all friends arrived، كل اصدقائي وصلوا. اكسبت اكسبت هاني. ممكن ابدا الجمله اقول except for هاني، باستثناء هذه هاني، all my students arrived. واكسبت دياتها بيجي معاها حرف الجر for. دول كلمات بيتشابهوا لفظا ويختلفوا معنى. يعني ادي مثال عشان اختار. I was، you to come، كنت ان تاتي. وهنا accept يقبل طبعا لا. expect expect يتوقع، وده صحيحه. I was expecting you to come، كنت متوقع انك انت تيجي. accept ما عدا، يعني اقول مثلا I like all school subjects، احب كل المواد الدراسيه except Latin مثلا، وهكذا.